تم كانت مصالح أمن ولاية قسنطينة من وضع حد لنشاط عدة شبكات منها ذات طابع وطني تنشط في مجال الاتجار بالمؤثرات العقلية والأدوية ذات الخصائص المهلوسة، حيث تم خلال هذه العمليات إيقاف عدة أشخاص وحجز قرابة 53 ألف كبسولة من الأدوية من مختلف الأنواع. أهم هذه العمليات التي قامت بها مصالح أمن دائرة الخروب بأمن ولاية قسنطينة، حيث تم خلالها حجز 42 ألف كبسولة معظمها من دواء بريجابالين ذو الخصائص المؤثرة عقليا. تم خلالها أيضا إيقاف أفراد الشبكة المكونة من 6 أشخاص بينهم امرأتين تعمل هذه الشبكة من خلال القيام بتزوير الوثائق لا سيما منها السجلات التجارية واستخدام أيضا أختام مزورة لصيادلة وهميين من أجل اقتناء هذه الأدوية ووضعها للبيع والترويج في السوق السوداء وسط متعاطي المؤثرات العقلية بصورة غير مشروعة.